السخنة. حبيبي يا ناصر، الصورة اللي بعتها لنا كانت ايه؟ فيها الشفا. صاحبك عيسى شكله هياخد السكة قريب ويقعد في بيته. اهو اديك برضه خدت مصلحتك، ضربت عصفورين بحجر، طيرت عيسى وخدت العمولة. ده والله يا ريس بس عشان ربك عالم بنقاوة قلبي وحسن نيتي، والله العظيم. وبمناسبة بقى العمولة يا ريس، يعني أتمنى الدفعة الأخيرة تكون جاهزة. لا الكلام. لا يا ناصر أكيد مش هجيلك من غير حبيبي. لو مش جاهزة والله حبيبي تسلم لنا كبير والله، يعني ما نتحرمش منك أبدا، يعني كرم كبير والله العظيم. الله يديك الصحة يا رب ويبارك لنا في سعادتك. مظبوطه؟ تمام تمام يا كبيرنا، ان شاء الله يا رب ما نتحرم من ذوقك وشياكتك يا عم الشاكر. طول عمرك برنس. الو طمني يا روحي، عملت ايه؟ شفتهم هم قاعدين مع بعض، والكلب جوزك شفته هو بيدي الفلوس اللي هو بيبيعني بيها. مش قلت لك اني سمعته بوداني وهو بيقول له هاجي لك اخد بقيه نصيبي؟ اطلع على البيت وراح اصلك على هناك. سلام. طب تصورني مع عيسى وتبعت الصور لنعيم؟ طبعا بقى عيسى هو اللي قال لك كده. ها لسه بتقابليه من ورايا؟ لا اوعى تفهمني انك متضايق ان انا بقابله. ما كنتش خدتني معاك العين السخنه عشان اشوفه هناك وتصورنا من غير ما نعرف. هو انت ازاي بتصدقي هو كدبين انا؟ لان مفيش حد غيرك ممكن يعملها، انت اللي كنت هناك. يمكن لو كانت الصور ما راحتش لساره كنت قلت حد تاني بيوقع بينهم. رانيا انا مش مسؤول عن التخريف اللي في مخك دي. انا ما بخرفش يا ياسر، غلطتك وهتدفع ثمنها. مين بقى اللي هيدفعني ثمنها؟ الأستاذ عيسى بتاعك؟ ولا أنت هو متفقين عليا مثلا؟ أوه. هو في إيه؟ أختك مالها؟ فين اللي اسمه عيسى ده لسه بيلعب في دماغ بنتك؟ تاني عيسى لفين؟ قلت لك قبل كده يا ماما محدش هيبعد عنه غيرك. أي حبيبي افتكرتك جاي الشركة النهاردة. سلمى يارا تعبانة وسخنة جدا ومقدرتش اوديها المدرسة، مش عارف اعمل ايه. طب خليك جنبها وانا جاي لك حالا. طيب ماشي. سلام. سامح بقالي اسبوع مش عارف اوصلك. معلش كنت مشغولة شوية. مشغولة عني أنا؟ بص أنا لازم أنزل دلوقتي، هنتكلم بعدين. مش هنتكلم بعدين يا سلمى ومش هتنزلي. عايز أفهم أنت ليه بتهربي مني؟ هو أنت ليه بتقول كده؟ علشان في حاجات كتير قوي مش فاهمها. مش فاهم أنت ليه رضيتي لحد دلوقتي إنك تتخضيلي، لا بتردي على الموبايل ولا حتى عايزة تشوفيني. إيه؟ زعلتك في حاجة؟ لو زعلتك في حاجة قولي لي عادي على فكرة. سامح إحنا فعلا لازم نقعد ونتكلم. هكلمك النهاردة بالليل نتفق على ميعاد. بكرة أو بعد، بس أنا لازم أنزل دلوقتي عشان ألحق مشواري. عن إذنك. يا صباح الهنا. صباح الفل يا قائد. صباح النور. قلبي معاك يا قائد والله. أنا لو مكانك كنت كلت عيسى في إيدي بسناني.
انا مش عارف انت ازاي صابر عليه لغايه دلوقتي. عاوز نرفده يعني ولا ايه؟ ده اقل ما فيها يا كبير، عشان يعرف انك خلاص كشفته وانك مش هتنخدع فيه مره تانيه. واجيب مين بقى مكانه؟ يا باشا انت مش محتاج تجيب حد مكانه. انا صدقك، انا دراعك اليمين وفي خدمتك، وان شاء الله بعون الله ايدي في ايدك لحد ما نرجع الارض اللي طارت مننا دي. ومين يعوضني الخساره دي كلها؟ طول ما الشواربي باصص لي في كل شغلانه بخشها. هو الشواربي هيعرف اخبارنا منين بعد ما طردنا الخاين اللي كان وسطينا؟ هيعرف من الخاين اللي قاعد قصادي دلوقتي. ايه اللي بتقوله ده يا كبير؟ كنت فين الساعه 8 بالليل؟ كنت في بيتنا. انت كذاب! انت كنت قاعد مع ياسر في كافيه. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك كده؟ محدش قال لي. انا اللي شفتك بعيني. العماره كان مديك ظرف فيه فلوس وانت قاعد بتعدها. لا يا باشا انت فاهم غلط. فهمني انت الصح. كنت قاعد مع ياسر ليه؟ والفلوس دي بتاعت ايه؟ انا ليا واحد صاحبي مسافر المانيا من زمان، من زمان قوي يعني، وياسر الشواربي له مصلحه هناك في المانيا، فانا كنت يعني بوصل الاثنين في بعض عشان المصلحه تتقضي. لا يا راجل، ومين صاحبك ده بقى؟ ولا هو يعرف مين اللي ليك صاحب في المانيا؟ وبتكلمه من امتى؟ لا مش من ياما، انا اتعرفت عليه صدفه كده، قابلته صدفه من كام يوم. تصدق انك صعبان عليا قوي. شوف بقالك كام سنه شغال معايا، مش عارف تكذب كذبه تطلعك من المصيبه اللي انت فيها. يا باشا انا انت خايب، بس خاين خايب. عارف ليه؟ معرفش تلعبها صح. حاولت تكسب الشواربي وتخسرني يا عيسى. هو عيسى هيرجع مكانه، وانت هتجري على الشواربي، بس مش هشغلك. عارف ليه؟ هيخاف تعمل معاه اللي عملته معايا. نعيم باشا انا ما عملتش حاجه. انت عملت اكثر حاجه ممكن تتعمل. انت من دلوقتي بره شركتي، الفلوس اللي انت خسرتهاني هطفحك بيها الدم. اطلع بره يا باشا. يا باشا انا اطلع بره اقول لك. البنت فعلا سخنه ومش هينفع نستنى اكتر من كده. انا هتصل بالدكتور. طيب انزلي انت الاول. مش هينفع اسيبكم لوحدكم، افرض احتجتني في اي حاجه. يا حبيبتي ما ينفعش الدكتور يجي ويلاقيكي عندي. طيب انا هكلمه وانزل. لا لا اديني رقمه وانا هتصل بيه، خلينا في الامان عشان خاطري. واحنا مالنا بقينا خايفين كده ليه؟ كده احسن يا سلمى، اديني الرقم من فضلك. ماشي، ده رقمه واسمه دكتور كريم. الو، مساء الخير يا دكتور. من فضلك انا كنت محتاج حضرتك في زياره منزليه. بنتي سخنة جدا ومش هقدر اجيبها لك العيادة. طيب تمام تمام اوكي يا دكتور، مستني حضرتك. مع السلامة. قال لك ايه؟ معاه اخر كشف هيخلصه يتصل بيا وهديله العنوان يجي لي على طول. كويس. طيب انزلي انت دلوقتي. خلي بالك من يارا. اوكي حاضر. كان نفسي ما الاقيش انا سلمى. دكتور سامح انت فاهم غلط. مفيش غلط اكبر من اللي انا شايفه بعينيا دلوقتي. الهانم اللي فاكرها خطيبتي موجوده في شقه واحد تاني. ويا ترى بقى باباكي واخوكي كان موقفهم ايه دلوقتي؟ قاعد لوحدك ليه؟ ما تخافيش يا ستي، مش بادع عليكي ولا حاجه. لا ما انا منصور حكالي وقال لي ان ياسر هو اللي لعب اللعبه دي كلها علشان يخليك تسيب الشغل عند نعيم. وعشان اسيبك انت كمان. بعت لك صورتي مع رانيا عشان تتخانقي معايا. هي رانيا دي هي سبب كل المصايب دي. رانيا اتضحك عليها، ما كانتش تعرف ان اخوها ممكن يستغلها بالرخصه ده. هو انت ليه بتدافع عنها؟ يعني ليه مش عايز تقتنع ان رانيا دي كمان عايزانا نسيب بعض؟ حيث رانيا وياسر هما الاثنين بيلعبوا على وتر الفقر اللي انا وانت غرقانين فيه.
ودينا بنحاول نطبش عشان نوصل لأقرب شط وبرضه مش عارفين. طب أنا ربنا كرمني ولقيت شغلانة عند ميمي، لما أنت بقى متخانق مع نعيم وطبعاً الست هانم ما هتصدق إنك رجعت تاني تحتاج لها. أنا مش محتاج غيرك أنتي تقفي جنبي وتداويني على كل اللي أنا فيه. أنت عارف كل ما كنت بتسيب شغلانة بدماغك الناشفة دي، يعني تقعد تقولي بقى الحلال والحرام والأخلاق والمبادئ، أنا كنت بقعد أشتمك في سري وكنت بشتم نفسي عشان حبيت واحد فقري زيك. بس لما كنت أقعد مع نفسي بقى وأفكر في اللي أنت بتقوله كنت أقول إن أنت معاك حق وألاقي نفسي بحبك أكتر وأبقى نفسي ربنا يقدرني واعرف اعمل زيك. انت عملتي اللي اكتر من كده، كفايه انك ما رضيتيش تاخدي من مها المليون جنيه اللي عرضتهم عليكي ورفضتي اي حاجه تانية تخلينا نبعد عن بعض. هو ليه ربنا يا عيسى بعت لنا الناس دول في طريقنا؟ احنا كنا عايشين في حالنا وراضيين باللي احنا فيه. ربنا بعت لنا الناس دي في طريقنا علشان نعرف احنا بنحب بعض قد ايه، وهم مستخسرين فينا حبنا اللي محلتناش غيره. مش مهم هم، المهم احنا. نعيم طلع كان بيراقبني وشافني وانا قاعد معاك اخر مره. ويراقبك ليه يا ناصر؟ اكيد في حد قومه عليك. مفيش غيره عيسى الفقي، لقى نفسه هيطرد من الشركة، قال ياخدني معاه بسكته ويسحلني معاه. كان لازم تحرص منه من الأول. معاك حق. بس فرحتي بإن نعيم كشف وعرف على حقيقته، نسيتني إنه يحطني في دماغه ويزني على خراب عشي. نوع على إيه بقى دلوقتي؟ أنا ماليش غيرك يا زعيم. أنت كبرنا. وبعدين أنا عملت كل ده علشانك. أيوه بس أنا برضه ما قصرتش معاك يا ناصر. حقك وصل لك في الميعاد اللي اتفقنا عليه بالظبط. هتفيدني بإيه الفلوس يا باشا وأنا قاعد في البيت؟ بص يا باشا أنا ماليش في عدد البيت خالص خالص، والحقيقة كده أنا جاي لك وطمعان يعني تشغلني معاك، عيني معاك هنا في الشركة، أنا خبرة برضه وهتعرف تستفيد مني. أيوة بس كده نعيم هيتأكد إن أنت كنت بتعمل حاجات لمصلحتي وأنت شغال معاه. نعيم اتأكد خلاص، وأنا ما عنديش أمل أرجع له. ماشي يا ناصر، أنا هظبط أموري في الشركة وهرد عليك، اتفقنا. مش هوصيك يا باشا، حياة النبي قعدة البيت وحشة وحشة يعني أنا ما استحملهاش أقسم بالله. وبعدين أنا حنكة برضو، أنا محنك في السوق وهفيدك. باشا يا محنك تكل. بعد إذنك يا باشا. اتفضل. جيت أصالحك بنفسي، كلامك طلع صح، ناصر هو اللي وصل ياسر للشيخ جاسر وقبض التمن. غدر بيا بعد ما جبته بالشارع، عملت منه بني ادم. اكيد انا السبب، كان حاسس ان انا عايز اخد مكانه في الشركه. لسه بتدافع عنه بعد اللي عمله؟ بالعكس مش بدافع عنه، بس بحاول افهم هو عمل كده ليه. عشان واطي وما عندوش اصل. انا مش زعلان عشان الارض اللي ضاعت، والضربه اللي ضربها لي ياسر ردها لي في اقرب فرصه، والخساره هتبقى انت المكسب مكانها، انك مش ترجع له تاني. أنا مش عارف إذا كنت هقدر أرجع أشتغل في الشركة عندك تاني ولا لأ. وليه لأ؟ أنا حقيقي شكيت فيك، بس أنا عاوزك تعذرني. وخلاص أنا عرفت الحقيقة. وجيت لك لغاية عندك عشان طيب بخاطرك. محتاج شوية وقت قبل ما آخد أي خطوة جديدة في الشغل. ده عقد جوازنا أنا وشريف. زي ما انت شايف عقد باتنين شهود، يعني ما عملناش حاجه حرام. لا حرام ايه، ما تقوليش كده، استغفر الله طبعا، لكن في السر هو اللي حلال عادي. وليد وبابا كانوا رافضين الجوازه. وانا ذنبي ايه هنا؟ تتخطبي لي قدامهم وانت اصلا متجوزه من وراهم؟ انا خفت ارفضك يشكوا فيا اكتر، وافقت ان انت تيجي تتقدم لي، بس ما كنتش اعرف ان هم هيقروا الفاتحه في نفس القعده. طبعا طول الفتره دي على امل انك تدوري على اي حاجه نفركش بيها الموضوع بتاعنا، صح؟ مش كده يا سامح،
أنا لو كنت في ظروف عادية ما كنتش هلاقي عريس أحسن منك. مش مصدقك، والله ما مصدقك يا سلام. كان عادي جدا على فكرة تكلميني وتقولي لي تعالى ننزل نتكلم وساعتها تقولي لي كل الحقيقة، ما كانش يحصل كل اللي حصل ده. عندك حق. بس أنا خفت تروح تقول لهم. ودلوقتي مش خايفة إن أنا أقول لهم؟ وطبعا هيعرفوا. هيجي وقت أكيد وهيعرفوا. احنا لازم ندور على حل عشان نفركش بيه الخطوبه الوهميه اللي احنا عايشينها دي. عندك حق، بس انا نفسي ده يحصل من غير فضايح. هو ده كل اللي فارق معاكي صح؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ ما عندكش حد يمنعني من الدخول، السكرتير بتاعك متلقى حد في البيت. هو معاه الشغل لسه ولا ايه؟ من كام يوم راح للشواربي قال له شغلني معاك، بس يا حرام لغايه دلوقتي ما ردش عليه. ومش هيرد عليه. جوزي خلاص كارته اتحرق. طب انا كنت قريبه من هنا وقلت نتغدى سوا. وماله؟ خدي مفتاح البيت وحصليني على هناك. وانا ونصايا واجي لك على هناك. طب والغدا؟ هبعتهولك على هناك. طب ايه رايك النهارده اطبخ لك بايدي؟ ماشي، بس بقول لك ايه؟ بلاش بقى تطبخي لي الحاجات اللي بتعمليها لوجه جوزك دي. لا ما تخافش، هعمل لك الاكل اللي بتحبه زي ما بتحبني بالظبط. طب يلا. سلام. بقول لك صحيح. ايه؟ لما تشوفي جوزك بالليل عرفيني انك انت عندي. ليه؟ يعني جايز يكون حد شافك هنا في الشركة. طيب بس المهم انت ما تأخرش. ماشي. ايوه. عيسى في ايه؟ فين؟ لا ما جاليش. أنت متأكد إن هو داخل من باب الشركة؟ أخبار سامح إيه؟ الحمد لله. بتشوفوا بعض؟ يعني على حسب ما بنلاقي وقت. غريبة يعني، كأنك مش عارفة حاجة. مش عارفة إيه؟ مش عارفة إن سامح راح لأخوكي وطلب منه إنه يفسخ الخطوبة. ما قاليش إنه هيروح له. إيه اللي حصل؟ مش محتاج تسألني. خطبتوني الواحد وإنتوا عارفيني ما بحبوش. وإنتي بقى فاهمة إن بطريقتك دي هنوافق عن جوازك من شريف؟ بصرف النظر عن شريف، أنا مش هتجوز سامح. تجيبها القوة دي كلها منين؟ اوعي تكوني فاكرة نفسك ان انت ماسكة عليا زلة عشان عرفتي بجوازي من نوال. انت حرة تتجوز نوال، وانا حرة ما اتجوزش سامح. عملت معاه ايه؟ ما اتفاجئتش يعني ان سامح جالك ولا حاجه؟ عشان هي اللي ضغطت عليه يعمل كده. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ سيب لنا بقى المشوار ده، وانا قريب قوي هجيب لك اخر. مالك؟ من ساعه ما جيت وانت مش معايا خالص. عيسى الفقي جالي النهارده شركه، شكله كده شافك عندي. يا نهار اسود، انت متاكد؟ ما عداش عليا قبل ما يمشي، كلمته كذا مره ومش بيرد عليا خالص. ما يمكن يكون في سبب تاني. ما انا بكلمه عشان اعرف ايه هو السبب التاني. طب وليه ما قلتليش من ساعتها؟ مش عاوز عليك يا حبيبتي.
طيب هو عيسى ده ممكن يبلغ ناصر بحاجة زي دي؟ مش عارف، عشان كده كنت عاوز أسألك لو كان ناصر كلمه اليومين اللي فات ولا لأ. ناصر قاعد لوحده طول الوقت، أنا نفسي معرفش أقعد معاه ولا أعرف بيكلم مين ولا بيقابل مين. بقولك إيه؟ إحنا لازم ناخد بالنا كويس اليومين اللي جايين. ناصر يعرف بيتي، جه عندي قبل كده. تقصد إن إحنا نتقابل في حتة تانية؟ لا، أقصد إن إحنا ما نشوفش بعض تاني الفترة دي خالص، لغاية الموضوع يعدي. إيه يا حاج مالك بس؟ هما يومين وهيعدوا والله. يا نهار أسود، يا نهار أسود، لا كنت جايب وأمني نفسي ما لاقيكوش في السرير، عشان ألاقي كدبة أضحك بيها على نفسي وأقول جاية له تقنعيه صالحني ويرضى عني. إنما فجرة وسافلة وبنت بتتحامي فيه، بتتحامي في الرمة ده. حاضر، أنا هقتلهولك هو الأول قدام عينيك. لا يا ناصر، لا موتك يا ابننا. ناصر كفاية يا ناصر، سجنتي يا ناصر كفاية. مش انت مالكيش دعوه؟ يلا 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 خرج من المطبخ اللي كان. مش ترجع لنعيم بعد ما كنت رايح تقابله فعلا؟ اكيد بابا هو اللي بلغك. انا اللي اتصلت عشان اطمن عليك، يعني ما قدرتش ابعد اكتر من كده. بغض النظر يعني عن الظروف، انت مش هترجع لنعيم، احنا محتاجينك. خايف تزعلي من صراحتي؟ انا عمري ما ازعل منك يا عيسى. مش هقدر ارجع اشتغل مع ياسر تاني. طب ايه رايك ان هو اللي بعيدني عشان اخليك ترجع؟ متخيل يا سيدي اني هقدر اقنعك؟ تكسفني قدامه بقى ولا هتبيض وشي؟ مش قادر اصدق انه ضاير بالسرعه دي. انت مش قادر تنسى مشكله ساره، مع ان ياسر نفسه نسيها. اشك. نعيم، انت متهم بالشروع في قتل ناصر عبد الحميد، ما اقوالك؟ يا فندم بالعقل كده، لو انا عاوز اقتل حد هجيب اوضه النوم عندي واضربه بالمسدس بتاعه. طب ايه هو اللي يخليه يجي اوضه نومك؟ كان نفسه يبقى معانا عشان يجاوبنا سوا. جاوب على قد السؤال، ايه اللي خلاه يجي اوضه نومك؟ معرفش يا باشا، انا لقيته داخل عليا وماسك مسدس وعاوز يقتلني بيه. والحقيقه حلوه يا باشا، حاولت ادافع عن نفسي واخد المسدس من ايده. بعدين كمل. مفيش، فضل متبت في المسدس يمين شمال لغايه ما طلعت طلقه من المسدس، بس الحمد لله جت فيه هو مش فيا انا. طب ايه اللي يخلي ناصر يحاول يقتلك؟ عشان رفدته من الشغل، طلع كل اسراري لاهم منافس عندي في السوق وخسرني صفقه ملايين. عندك دليل على اقوالك ديت؟ طبعا يا فندم، اساله ياسر الشواربي اللي اشترى اسراري منه، كمان اساله عيسى الفقي اللي نبهني بخيانته ليه، وكل الموظفين يا باشا عارفين ان انا رفدته من الشغل ونبهت على امن ما يدخلوش عندي تاني. طب يعني هو لما موظف يتفصل من الشركه يقوم رايح قاتل صاحبها برضه؟ لا والله يا باشا، السؤال ده هيسأله هو مش هيسأل انا. هيحصل، هنسأله بس لما يفوق من الغيبوبه، عشان هو دلوقتي في العنايه المركزه. طبعا حضرتك نفسك ان هو يموت عشان ما يقولش الحقيقه. ازاي يا باشا عاوزه يموت يعني؟ بالعكس، انا عاوزه يعيش عشان يبرأني من التهمه اللي انا فيها دي.
لو سمحت يا دكتور، لسه مفيش امل يفوق. حالته مش سهله. الرصاصه كانت قريبه جدا من القلب ونزف كتير قوي. تقصد تقول يعني الاعمار بيد الله، يمكن لو عدينا اليومين الجايين يبقى في امل. بعد اذنك. طيب بعد اذنك يا دكتور لو سمحت. جاي تتأكد إنه مات؟ لا، جاي أطمن عليه. أنت السبب في اللي حصل. لولاك ما كانش نعيم رفض ناصر. ليه؟ هو أنا اللي قلت لناصر ياخد نعيم؟ ناصر مش خاين. نعيم جابك مكانه، يعني كده كده كان هيستغنى عنه بسببك. بقول لك إيه؟ ما تهدي كده شوية. لأن أنا أكتر واحد في الدنيا عارف إنك مش خايفة على جوزك. ليه؟ علشان أنت السبب في اللي حصل مش أنا. ناصر باعه لياسر الشواربي، مظبوط؟ مظبوط. محدش كان يعرف اسرار الصفقه دي غير انا وناصر ونعيم. انت وناصر ونعيم. طب تفتكر ايه اللي يخلي ناصر يبيع نعيم بعد عشره السنين دي كلها؟ ناصر كان شايفني باخد مكانه في الشركه. قصدك كان عاوز يكسب ياسر عشان يشتغل عنده، مش كده؟ يمكن. طب ايه رايك بقى ان ياسر نفى الكلام ده كله؟ من حقه ينفي. تفتكر ان ممكن ناصر يحاول يقتل نعيم فعلا لمجرد ان هو فصله من الشركه؟ ويمكن يكون في سبب تاني. زي ايه؟ انت سامعني؟ زي ايه مثلا؟ زي الخيانه مثلا. انا اللي اعرفه ان ناصر هو اللي خان نعيم مش العكس. ناصر خان نعيم في الشغل، لكن ما كانش يعرف ان نعيم بيخونه بره الشغل. بره الشغل؟ لا، بالراحة كده بقى وفهمني ايه الموضوع. انا ما كنتش عايز اتكلم واخوض في اعراض، بس في نفس الوقت انا مش هقدر اكتم شهادتي واشيل ذنبها قدام ربنا سبحانه وتعالى. مدام ميمي، انا اسفه جدا، انا مش هقدر اخد مقاسات رانيا الشواربي. اشمعنى؟ لاسباب شخصيه. يعني ايه اسباب شخصيه؟ الشغل ما فيهوش اسباب شخصيه. حضرتك دي عايزاني ننزل تحت عند رجلها عشان اخد طول الفستان. طب وايه المشكله يعني؟ ما انت بتعملي كده مع كل الزباين. ايوه ماشي مع كل الزباين، لكن مش مع رانيا الشواربي. هنفضل نتكلم كده كتير ونسيبها جوه لوحدها؟ عن اذنك. رايحه فين؟ انا تعبانه جدا ومش هقدر اكمل شغل النهارده. ما تقلقش يا متر، مش هغير الاقوال اللي انا قلتها في محضر الشرطه. تمام زي ما اتفقنا، بس وارد ان يكون في اسئله جديده ممكن تتفاجئ بيها. زي ايه يعني؟ عيسى الفقي
عيسى الفي قال في تحقيقات الشرطه ان شافك في مكتبك مع نسمه مرات نصر في وضع كده، وان كان في حوار بينك وبينها، بيقول ان في علاقه مش مظبوطه. الكلام ده حصل فعلا؟ نعيم، ما ينفعش ان انت تخبي عليا، انا المحامي بتاعك، لازم اعرف الحقيقه، لازم اعرف عشان اقدر اتصرف، اقدر افهمك ازاي ترد على وكيل النيابه لما يوجه لك سؤال زي ده. ايوه حصل، بس انا مش واثق ان عيسى ممكن يكون شافنا. يبقى تنفي علاقتك بنسمه خالص، العلاقه دي لو اثبتها البوليس هتبقى كارثه، هتاخد القضية مننا في حتة تانية خالص. الكلب ده رايح يفتن عليا؟ طب والله لا دفعه تمن غالي. كفاية اللي احنا فيه، احنا مش ناقصين قضية تانية. نعيم، عيسى لو حصل له أي حاجة هيتهموك أنت بعد شهادته ضدك. رحت لسارة الأتيليه وهنتيها قدام ميمي؟ هي اللي فهمتك كده؟ لا، سارة خبت عني، خافت حاجة زي دي تخليني ما ارجعلكمش. أنا عرفت بالصدفة من أبويا. لا يا عيسى، مش ده اللي حصل. أنا بالصدفة كنت عند ميمي في الأتيليه بظبط الفساتين بتاعتي، ما كنتش أقصد خالص إن أنا أهين سارة، وبعدين هي اللي رفضت إنها تظبط لي الفساتين، ما حبتش إنها توطي قدامي. أنا كمان ما أحبهاش توطي ولا قدامك ولا قدام غيرك، لأن كرامتها من كرامتي. بس ده شغلها. شغلها مع أي حد غيرك، وأنتِ فاهمة ليه. أنا ما عملتش حاجة تضايقها أو تضايقك يا عيسى. يا رب تكون هي فاهمة كده، لأن من ساعتها ما راحتش الشغل. خلاص، هكلم ميمي عشان ترجعها. لا معلش، بلاش أنتِ بالذات تتوسطي لها. عن إذنك. عيسى، حاجة زي كده يعني ما تخليكش ترفض انك ترجع الشغل تاني. انا استلمت الشغل تاني فعلا، وقتيل في سفاجة ومسافر اخر الاسبوع. عن اذنك. مش عايز حد يشك فينا في الشركة، مش معقول نبقى أنا وأنتي مش موجودين طول النهار ونوصل كده فجأة مع بعض. يبقى بلاش تتقابل تاني بالنهار. حبيبتي يارا بتبقى موجودة بالليل، وحتى لو نايمة بنبقى خايفين إنها تصحى فجأة. خلاص، يبقى نشوف شقة تانية. مش أنا قلت كده من الأول قلتيلي بلاش عشان يارا؟ يظهر مفيش حل تاني. خلاص، من النهاردة هدور على شقة في حتة تانية بعيدة شوية عن هنا. لا، خليها قريبة عشان خاطر يارا، تعرف إن إحنا مالناش غيرها. حبيبتي أنا آسف بجد، آسف إن إحنا مش هنقدر نخلف دلوقتي عشان متجوزين في السر، ومش عارفة هنفضل كده لحد إمتى. مالك يا سو؟ في حاجة أنا معرفهاش. سامح راح لوليد وفسخ الخطوبة من طرف واحد. وقال له حاجة؟ لا، بس بابا وليد من ساعتها وهم شاكين فيا أكتر من الأول. هكلمك لما أوصل. طيب، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. وليد بتعمل ايه هنا؟ رد عليا، بتعمل ايه؟ وليد، 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 اتكلم معانا من فضلك. خليك يا حبيبي على جنب عشان دورك لسه جاي. وليد احنا متجوزين. وده عقد جوازنا. عقد مظبوط زي ما انت شايف، وماضي عليه 2 شهود. يا حيوان، متجوزها عرفي وبتقول لك 2 شهود؟ ما انا طلبتها منكم رسمي وانتوا اللي رفضتوني. تقوم تتجوزها من ورانا؟ لا يا وليد، بلاش. ليه يا وليد؟ ليه؟ وليد لا، انا مش حسيبه. وليد تعال قدامي، قدامي. استاذ شريف، انت كويس؟ صار ما حبيتش اتاخر على حضرتك اكتر من كده. يعني افهم من كده الاجازه اللي اديتيها لنفسك خلصت خلاص؟
مدام ميمي حضرتك لازم تقدري ظروفي. وايه هي بقى ظروفك؟ احنا ما اتفقناش انك ترفضي تقيسي الطول لاي زبونه وتاخديها قوي كده على كرامته. ايوه بس انا ما عملتش كده مع اي زبونه. انا رفضت اقيس لرانيا الشواربي. وانا ما يهمنيش اعرف ايه اللي بينك وبينها، بس لازم تعرفي كويس انك بتاخدي مرتبك من رانيا ومن اللي زيها. طيب اعتبريها حضرتك غلطه ومش هتتكرر تاني. يعني افهم من كده لو رانيا هنا بجد دلوقتي هتوطي وتقيس لها الفستان؟ اتفضلي. ايه حسيت؟ يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. ايوه طبعا هديتك هتوصلك قريب قوي. اوكي باي. مع السلامه. من ساعة ما سامح سابها وانا حاسس ان في حاجة غلط، خليت حد يراقبها، لغاية ما قال انها مع الكلب ده في شقته. وطبعا المستشفى دلوقتي اكيد هتبلغ الشرطة، الشرطة هتروح هيعملوا محضر، وهو اكيد هجيب اسمك في المحضر وهتبقى قضية يا سيدي. احنا فضيحتنا بقت اكبر بكتير قوي من القضية اللي بتتكلم عليها دي. بنتنا راحت اتجوزت من دماغها، ولا كأننا موجودين. آخر حاجة كنت ممكن أتخيلها، إن تعمل حاجة زي كده من ورا ظهرنا. طبعا. افتكرت الهانم ان ملهاش اهل تاخد رايهم قبل ما تتجوز، ولا حتى نقطع رقبتها بعد ما اتجوزت. جايز احنا ما قدرناش نحسسها ونفهمها قد ايه احنا بنحبها وبنخاف عليها. انت عايز تقول لي بعد كل اللي عملته ده ان هي ما غلطتش؟ كلنا غلطنا. صح، كلنا غلطنا. لكن الغلط ده بقى انا اللي شلته لوحدي، وهدفع ثمنه من سمعتي ومستقبلي. انا كل اللي طالبه منك دلوقتي انك تطلع المستشفى تتكلم معاك كلمتين والطيب خاطره. بدل ما تجيب اسمك في المحضر يا سيدي. بابا انا مش هروح لحد ومش هتذلل للكلب اللي هناك ده. طب اهدى بس، انا يا سيدي هقوم بالمشوار ده. يا نهار اسود، بدل ما تروح تكمل عليه هتروح تترجلني وسامحني؟ انتوا هتجننوني يا جدعان. مسافر بكره. عارف. قلت اجي اسلم عليكي من دلوقتي. انا اصلي همشي بدري وخايف تكوني نايمه. ده لو نمت اصلا. صعب عاش عليا بقى. ما صدقت لقيت شغل. انت بتغيب عني يومين ثلاثه يا عيسى هبقى هتجنن عليك. مش عارفه ازاي هستحمل سفرك شهرين بحر. انا هفضل معاكي وانا هناك. خليتي معاك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. معايا النص الدين. عيسى خالتي، عملت لك منين أبو عجوة اللي بتحبه يا ابني؟ إيه ده كله؟ ده كتير قوي ده يا خالتي. يكون منه وانت مسافر يكفيك لغايه ما ترجع. ربنا ما يحرمني منك ابدا. مش عايز اي حاجه من هناك. عايزك طيب يا حبيبي. اشوف وشكم بخير. خلي بالك من نفسك. انا مش هنام. اشوفك الصبح قبل ما تنزل. هتوحشيني. وانت كمان قوي. وبعدين تخلي بالك من نفسك. حاضر. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. تعالي هنا. ما قلتيلوش ليه ان ميمي ما
المشاكل اللي عندها. ما حبيتش اشيله هم فوق همه. كفايه قوي انه مسافر غصب عنه. خلفتك وانت في حضني أول مرة تسافر وتسيبني. أحسن عشان تعرف قيمتي. هتركب إيه؟ أركب تاكسي لحد ما أوقف الأتوبيس بتاع سفاجة. كان نفسي أبقى كومساري الأتوبيس ده. الأتوبيسات دي ملهاش كومسارية يا عم وانس. راجل خلي بالك بقى، أحسن أتوبيس من غير كومساري زي السمك من غير جمبري، ناقص فوسفور. المهم خلي بالك أنت من نفسك. عنصر. الله يكون في عونها هي كمان. هي كمان ما تعودتش إنك تسافر وتسيبها. أنت هنا مكاني. إدعي لي أرجع لك قريب. كده اتأخر على الأتوبيس يا عم منصور. خليك شوية كمان يا عم. الله أستغفر.
ما كانش ينفع تسافر من غير ما اشوفه. توحشني. وانت كمان. خلي بالك من نفسك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. تقرير المعمل الجنائي أثبت إن البصمات اللي اتوجدت في الشقة مطابقة لبصمات حضرتك. ده معناه إن أنت كنت موجودة في الشقة ليلة وقوع الحادث. طب ممكن أعرف حضرتك كنت في الشقة بتعملي إيه؟ حضرتك كنت على علاقة بنعيم وناصر لما عرف راح عشان يقتله، وكان ناوي يقتلك أنت كمان، مش ده اللي حصل؟ ما حصلش. نعيم قتل ناصر وراح مهربك قبل ما البوليس يجي، مش ده اللي حصل؟ برضه ما حصلش. طب يا ريت تقولي لنا بقى حضرتك كنت في الشقه بتعملي ايه؟ كنت بتطمني عليه مثلا؟ لا انا رحت اتحايل عليه رجع ناصر الشركه. بتتحايل عليه في بيته؟ ما هو مرضيش يرد على تليفوناتي، اضطريت اني اروح له بنفسي. طب ما رحتلوش الشركه ليه؟ كان الوقت اتاخر وكان مشي من الشركه. ما رحتلوش تاني يوم الصبح ليه؟ بصراحه ناصر صعب عليا وكانت حالته صعبه قوي. يا حرام. كان يعرف انك رايحة له في الشقة؟ لا طبعا. كان ممكن يفهمني غلط. هو كده فهمك صح لما راح ولقاكي هناك. ما لحقناش نتكلم. انا لقيته داخل بالمسدس زي المجنون على نعيم. الكلام ده طبعا كان في اوضه النوم. ايوه. بصماتك كمان كانت في اوضه النوم. وهو يعني عشان بصماتي في اوضه النوم يبقى لازم اكون بعمل حاجة غلط؟ طب ممكن بقى حضرتك تقول لنا ايه هي الحاجة الصح اللي كنت بتعملها في اوضه النوم؟ انا ونعيم كنا قاعدين في الصالة عادي، دخل ناصر من المطبخ، راح نعيم جري بسرعة على اوضه النوم، راح ناصر جري وراه، جريت انا ورا ناصر عشان الحقه قبل ما يتهور ويقتله. هو ده اللي حصل والله يا باشا. رايحة فين؟ رايحة لجوزي. قال لك تسيب البيت؟ بيتي هناك دلوقتي. بعد ما جوازكم ما انكشف. يمكن حضرتك كمان لما جوازك ينكشف تسيب هنا وتروح تقعد مع طنط نوال. يعني عايزة تفهميني حضرتك انك ما اتجرأتيش واتجوزتي الشريف غير لما عرفتي ان جوازي انكشف. لا انا اتجوزت الشريف بعد ما اتأكدت اني بحبه. لو كان بيحبك بجد ما كانش يرضيلك ابدا انك تتجوزي بالشكل ده. ما كانش قدامنا حل تاني. شريف أكتر بني آدم حبيته واحترمته، خصوصاً بعد ما رفض إن هو يشهد ضد وليد في محضر الشرطة. كان ممكن يسجنه ويضيع مستقبله. أنا هستناك تجيب لي المأذون وتبقى وكيلي في عقد الجواز الرسمي، تاخدني من إيدي وتسلمني لشريف. عن إذنك. نسمع اعترفت ان كانت معاك ليله الحادث وبصماتها موجوده في شقتك، يعني مش هتقدر تنكر. ايوه بس انا فعلا انكرت ده في محضر الشرطه. عادي عادي لما تغير، ايه المشكله؟ قول كنت عايز استر عليها. ايوه بس كده ممكن يفهموا انها كانت. كانت ايه؟ جاي تتحايل عليك عشان ترجع ناصر جوزها الشركه. هو ده نفس اللي قالته بالظبط. ماشي يا متر، عندي بصراحه يعني الكلام ده ما يدخلش دماغ حد. حتى لو ما دخلش دماغ النيابه مش هيقدروا يثبتوا عكسه.
الوحيد اللي كان يقدر يرفع دعوى الزنا هو ناصر جوزها، والحمد لله مات. يعني ده مش شبهة زنا؟ يعني عين شبهة الزنا لصالحة مش ضدك، لأنها هتأكد احتمال إن ناصر كان جاي يقتلك وأنت دافعت عن نفسك، والحمد لله مفيش شهود. أيوة بس تنسيت شهادة عيسى في محضر الشرطة. شهادة عيسى بتلمح إن في علاقة بينك وبين نسمة، لكن ما بتأكدش وقعة زنا. بس العيار ما يصيبش بيدوش يا سيدي. أقوال عيسى قدام الشرطة ممكن جدا تتغير قدام المحكمة. ماشي يا متر. ما لحقتش اروح لحضرتك المستشفى، بس فرحت جدا ان حضرتك جيت البيت بسرعه. شكرا يا ابو علي. عارف ان الوقت متاخر، بس في حاجه ما ينفعش استنى اكتر من كده. خير يا استاذ حسن؟ انا سمعتها بتصرخ، فتحت باب الشقه بتاعي قلت اشوف ايه اللي بيحصل بره، خفت يكون حرام ولا حاجه، وقعدت طلعت الموبايل من جيبي وقلت اسجل كل اللي بيحصل. وصورت؟ الفلاشه دي عليها كل حاجه من ساعه ما اتخانقتوا لحد ما خرج وسابك سايح في دمك. تمام. اسف اني صورتك من غير ما تعرف، بس انا فكرت حرام ولا حاجه، كان مهم اسجل له صوت وصوره. طبعا عندك حق. حتى لما عرفت انه اخو مراتك التسجيل ده هينفعك جدا لو في قضية. أنت عارف إن أخو مراتي ده بيشتغل في النيابة؟ عرفت، بس ما رضيتش أخاف. وأنت كمان مش لازم تقول له مين اللي صوره. طبعًا لأ. يعني أنت جاي تخدمني حسن وأنا هأذيك؟ أنا طول عمري حقاني، وما بحبش الظلم. وأنت كمان يا ريت ما تأذيهوش. كفاية إنه يخاف منك لما يعرف اللي أنت معاك دليل. مش عارف اشكرك ازاي. على ايه بس؟ احنا جيران. انا هسيب حضرتك دلوقتي استريح. انا اللي متشكر. واجي لك مره تانيه. عرنوس؟ ايوه عرنوس. عليك وسطين متأخرين. هو مش عيسى كان سدد لك بعد ما باع العربيه؟ عيسى دفع القديم بس ما دفعش الجديد. ها هتدفعي ولا سيبت شغلك الجديد كالعاده وهتضربي لي تفليسه؟ انت حتى دي كمان عرفتها؟ ما هو مفيش حاجه بتستخبى يا سو. هو صاحبك سافر وسابك، مين بقى هيسدد بداله؟ مالكش دعوه، انا هتصرف. ماشي، عشان خاطر العيش والملح اللي بيني وبينك انا هديك يومين وفلوسي تبقى عندي، لا اما تيجي تشتغلي بيهم معايا. انت هترجع تاني لحوار الشغل ده؟ هو ما رجعش تاني لحوار الشغل ليه؟ ولا هو سي عيسى بتاعك هيطب علينا من سفاجه في دوريه تفتيش؟ اه يعني نغيب القط تلعب يا فار. ماشي يا قطه، بكره تعالي وتعرفي مين فينا القط ومين هو الفار. كنتش متخيل انك هتتعب تاني بالسرعه دي. مش انت برضو اللي مركب لي الدعامه المضروبه دي؟ الدعامه كويسه على فكره، بس انت اللي محمل على قلبك اكتر من طاقه. يعني يا دكتور لو انت كنت مكاني ما كانتش هتفرق معاك برضو؟ كنت عارف انها اتجوزت شريف من ورانا. ايوه. يبقى هو ده السبب الحقيقي اللي خلاك تفسخ الخطوبه. بالظبط كده. الصدمه كانت كبيره جدا بالنسبه لي. ما رضيتش افتن على سلمى.
خد الدواء ده يمشي عليه اليومين اللي جايين وان شاء الله هتبقى احسن. خلي بالك منه. طبعا في عينيا الاثنين. ميرسي يا دكتور. بعد اذنكم. مع السلامه يا دكتور. اتفضل. بقول لك يا حبيبي لو تعبان نكلم دكتور كبير يطمنا عليك. لا يا حبيبتي مش محتاج يعني، وبعدين دكتور سامح ده دكتوري من زمان وعارف حالتي كويس. طب اديني اطلب لك الدواء. ربنا يخليكي ليا. خليك يا حبيبي. مش خايفه وليد يجي يشوفك هنا؟ والله ما انا عارفه، وانت لما كلمتني ما استحملتش جريت جري عشان اشوفك واطمن عليك. بحبك. ربنا ما يحرمنيش منك. ولا انت يا حبيبي. بصراحة أنا مش عارف في أزمتي دي كنت هعمل إيه من غيرك. أنا حاسة إن أنا السبب في الأزمة دي، سلمى ما جرأتش عليك إلا لما عرفت إن إحنا متجوزين في السر. صباح الخير. صباح الورد. كنت واثق انك مش هتاخري عليا. انا جبت لك معايا نص المبلغ عشمانه فيك يعني انك تستنى عليا شويه في النص التاني. وجبت الفلوس دي منين؟ بقيت حسابي اللي اديتهولي ميمي وهي بتمشين. ست عبيطه وملهاش في الطيب نصيب، خلي فلوسك معاكي. لا ما انا مش هقدر ارجع اشتغل عندك تاني. عارف. امال بترجع لي فلوس ليه؟ لا ما هو جاني من وراكي وسدد لي كل ديونك حته واحده. مين؟ ياسر الشواربي. الراجل بيعزك قوي على فكره. وفهمني بينه وبينه انك صعبان عليه ومش راضي لك بالبهدله. شاكر قال لي انك سددت له ديوني. الراجل ده مش كويس. انا اكدت عليه اقول لك ان ديونك اتسددت. بس ما يقولش خالص ان انا اللي سددتها. ليه عملت كده؟ يعني مش عارفه؟ ما بقتش عايزه تفضلي تحت رحمته. وترجعي الشغل غصب عنك. خصوصا بعد ما مشيتي من عند ميمي. يعني انت اللي خليت ميمي تمشيني من عندها. انت عارف ان انت ذكيه وتعرفي لوحدك. ليه شغلتك عند ميمي عشان تبقي تحت رحمتي؟ مشيتك من عندها لما عيسى سابك ومشي وسافر. حسيت ساعتها ان احنا ممكن نرجع نشتغل مع بعض تاني من غير اي ضغوط. أنا أرجع أشتغل هنا في الشركة تاني؟ أنا ما قلتش تشتغلي في الشركة. أمال أشتغل معاك إزاي؟ تشتغلي عادي من البيت. تخلصي لي حاجات محتاجة أخلصها، آخد رأيك في المواعيد، في القرارات، تخلصي لي كل مواعيدي بالتليفون. سكرتيرة من منازلهم يعني. إيه المشكلة؟ هتاخدي نفس المرتب وهتاخدي بونص كمان. آه بس أنا مش هقدر إن أنا كل شوية. لا هتقدري. هتقدري يا سارة عشان أنت محتاجة ده. والأستاذ عيسى مش هيقدر من مرتبه الصغير يسدد بقية ديونك المتبقية. وليكي عندي يا ست إن محدش يعرف خالص إن أنت شغالة معايا. لغاية إمتى؟ لغاية ما تعرفي وتحسي إن إحنا الاتنين هيجي وقت ونبقى مناسبين لبعض. افتكرتك نسيتني فعلا. عمري عمري ما انساكي. بصراحه حاولت ما عرفتش. انت البني ادم الوحيد اللي ما عرفتش انساها. برغم من كل اللي حصل. برغم من كل اللي انت عملتيه معايا. ما قدرتش انسى. سارة ما قلتليش بقى
هتعمل ايه في موضوع الشغل؟ ده يا سيدي الاوتيل اللي احنا ماسكين حساباته كلها. ربنا يقدرنا عليها. ده لازم اعمل لك اورينتيشن عشان تبقى عارف انت شغال فين. يلا اشوفك على الغدا. مستر هشام. نعم. انا عرفت من مدام ناديه في الريسبشن ان هم محتاجين بنات عندهم، وانا عندي جارتي بكالوريوس تجاره شاطره جدا، وعارف ان علاقتك كويسه قوي بالمدير. انت غريب قوي، انت لحقت تشتغل معانا لما تتوسط لحد تاني؟ اصل هي ظروفها صعبه قوي وانا نفسي اخدمها بصراحه. طيب سيبني شويه كده اصطاد المدير في وقت يكون مزاجه رايق فيه. متشكر جدا. العفو. هروح اشوف انا شغل. اتفضل. بعد اذنك. ايه يا كوتش؟ كله تمام، صاحبك شغال معانا وبكل حماس. ده حتى عنده بنت تاني عايز يجيبها تشتغل معانا. عارفها. عارفها كويس جدا. المهم عشان انت هتشغلها له، ها؟ اوعى يعرف ان انت تبعي. أو إن أنت ليك علاقة بسفرية سفاجة. عيب يا ريس، ده أنا تلميذك. مع ألف سلامة. أوامر يا ريس، أوامر، أوامر. فعلاً يا فندم، الدكتور وسيم مشارك بنتي في الرسالة بتاعتها. تقصدي ايه بكلمه السعاده؟ قصد كل حاجه. هو مشاركها في كتاباتها، مشاركها في الخناقات الزوجيه اللي كانت بتصورها وبتكتب عنها. انا شفته بعيني وهو بيحذف وبيديب حاجات كتيره جدا من عنده. يعني ما استغربتيش لما عرفت ان هو طلب منها نص رساله في نظير الخلع؟ هو انا في الحقيقه استغربت في الاول، بس بعد كده رجعت قلت لنفسي من حقه. هو شاركها في رسالة الماجستير بتاعتها، يبقى من حقه كمان يشاركها في النجاحات المترتبة على رسالة الماجستير دي. الدفاع يحب يسأل الشهادة في حاجة؟ سعادتك هسأل أقول إيه؟ هي سابت حاجة ما قالتهاش، وبعدين بعد إذن سعادتك الشاهدة تبقى والدة المدعية، يعني الحمد لله مش حد غريب. محامي المدعية يحب يسأل الشهادة في حاجة؟ لا تمام سعادتك. الشهادة تفضل. الشاهد الثاني زعربان ابراهيم زعربان. زغربان بالغين يا فندم. اسمك وسنك ومهنتك. زغربان ابراهيم زغربان. السن يا فندم 55 سنه ميلاديه. المهنه استاذ جامعي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. بصفتك انك كنت المشرف على رساله الدكتوره مريم، تقدر تجزم ان الدكتور وسيم ساعدها في تحضير الرسالة ويعتبر شريك فيها؟ لا لا، أنا ما أقدرش أجزم بحاجة خطيرة زي كده، بس أنا أقدر أقول إيه اللي أنا شفته. وإيه اللي شفته؟ قبل ما أناقش الرسالة بتاعت الدكتوراه، الدكتور وسيم ده كان بيقعد معايا أكتر من الدكتورة مريم، واندهشت إنه حافظ كل كلمة في الرسالة، وليه بعض الملاحظ اللي إحنا ناقشناها مع بعض، ملاحظ مهمة جدا. أنا أعتقد إن هو أضاف الجانب النفسي لأنه طبيب نفسي. والمدهش بقى ان الملاحظ بتاعته كانت موجوده في كل باب. وما سالتش الدكتوره مريم عليها؟ سالتها سالتها، وكانت مكسوفه انها تقول لي ان التعديلات دي بتاعت جوزها. تقصد انها نسبت التعديلات دي لنفسها؟ ايوه. وانا قلت لا لا يا زغربان، لازم تواجهها بالحقيقه عشان تعترف. وبعدين قلت انا مالي انا مالي، هي وجوزها مسائل عائليه، انا هدخل نفسي ليه في الموضوع؟ والتعديلات دي تمثل قد ايه بالنسبه للرساله؟ هي في البدايه كانت تعديلات بسيطه ملهاش اي معنى، وقعدت تزيد 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 لغايه لما بقت في كل الابواب تقريبا نص الرساله. لا من الجانب النظري بس حضرتك، لكن في الجانب العملي انا معدي النص بكتير. تقصد ايه بالجانب العملي؟ الجانب العلمي سعادتك، اللي هو الخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في وجود الدكتوره، والخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في غير وجود الدكتوره، والتقارير اللي كنت بكتبها عنها، والتحليلات النفسيه اللي كنت بعملها عن الازواج في سنه اولى جواز. سيدي القاضي، حضرات المستشارين. حاضر سيادتك يا فندم، ده كشف
باسماء الازواج اللي الدكتور وسيم صور ووثق الخلافات بتاعتهم، وسعادتك هم كلهم مستعدين يجي يشهدوا معانا. تؤجل القضيه لجلسه 7/4 لحين استماع بقيه الشهود. الشهود كلهم شهدوا في صفي. مع ذلك مش قادر احس اني فرحان. مش يمكن تكون خايف تكسب القضيه وتطلق مريم وتخسرها قصاد نص ماجستير انت مش هتعمل بيه حاجه؟ هو يمكن اكون خايف نتصالح ونرجع لبعض وألقى نفسي مش قادر انسى اللي عملته فيا. وجايز تكون هي ندمانه على غلطها. مش لو هتعترف انها غلطانه الاول؟ مش يمكن تكون بينها وبين نفسها عارفه كويس قوي انها غلطانه؟ بس هي بقى مستنياك. مستنياك تروح لها وتقول لها انا اسف، انا عايزك انت ومش عايز نص نصيبي في رسالتك. لا لا مش هقدر اعمل كده. بس انت نفسك تعمل كده. ليه بتقولي ده؟ عشان عارفك كويس. عارفك اكتر ما انت عارف نفسك واكتر ما يفهمك. استني تروح فين؟ هسيبك تفكر في اللي انا قلته لك. انا عمال اتكلم من الصبح عن نفسي ومفروض ان انت اللي جايه علشان تفضفضيني وتستريحي. لا انا استريحت لما انت فضفضت. طب الزياره الجايه انت؟ الزياره الجايه بقى انت اللي هتيجي تقول لي عملت معاها. سامح قال لي ان حضرتك تعبان بسببي. انا اسفه. جاي تطيبي خاطري ولا هتصلحي غلطك في حقي؟ هصلح غلطتي. هتسيبي شريف؟ هتجوزه رسمي وبموافقتك. مش موافق. لا حضرتك موافق بس خايف من المشاكل مع وليد. وليد جايز يكون عنده مشاكل كتير قوي، لكن مفيش راجل في الدنيا يوافق ان اخته تتجوز بالشكل ده. طب لو جبت لك موافقه وليد ازاي؟ مش مهم بقى التفاصيل، لو وليد وافق حضرتك هتوافق؟ مش عارف. هتوافق عشان حضرتك بتحبني وعارف ان شريف بيحبني وانا ماليش غيركم. تعالي اتفضلي. ايه رايك في الفيلا؟ حلوه جدا طبعا، دي تحفه. تحفه ايه بس؟ مش تستني لما تشوفي الدور اللي فوق على الاقل عشان تقولي رايك كامل. طب انت عايز رايك ايه؟ مش احنا اتفقنا خلاص هتشتغلي معايا؟ دي يا ستي تعتبر اول حاجه هستشيرك فيها. وبصراحه الفيلا دي معروضه عليا. بفكر اشتريها. بس هي محتاجة شوية توضيبات وتشطيبات وكده يعني. هي سعرها كويس؟ جدا لقطة. لا خلاص ما دام لقطة اشتريها طبعا. برضه تتسرعي. مش ثانية لما نشوف بقيتها نشوف الجنينة ونشوف البسين. بس على حسب. طيب هو أنت هتاخدها استثمار؟ خدها عشان أتجوز فيها. مش أنت يا ستي كنت قلتي لي إن إحنا ما ينفعش نتجوز غير رسمي؟ وما قدرتش. واديني دلوقتي قدرت عشان اكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك. وبعدين بصراحه يعني المشكله عندي ان كان عندي عقده من الجواز عموما، بس انا دلوقتي خلاص انا رفعت الرايه البيضاء وبرفع لك ايدي اهو وسلمت. بس
قصدك ايه؟ لا كل ده مش فاهمه. بص يا ساره، خدي الميعاد من ماما، ولو وافقت تجوزك ليا الفيلا دي كلها هتبقى معارك. كنت مع مراتي في اوضه النوم ليله الدخله، لقيت ابويا بيخبط علينا ومعاه قايمه العفش. قلت له مش وقت حمايه، الصباح رباح. قال لي مش هتلمس بنتي قبل ما تمضي على القايمه. مسكت فيه وطقشته في بنته وطلعنا على الفجر. هايل، الف مبروك. قول لي يا استاذ الهام، مين اللي صور الخناقه دي؟ الاستاذ ده. انت متاكد؟ طبعا متاكد، اصله جالي بعدها مرتين وقعد يسالني ويكتب اجاباتي، وقال لي ان هو بيعمل بحث في الخناقات الزوجيه. طيب والمدى ما تفتكرش انك شفتها قبل كده خالص؟ لا والله، اصلا من ساعه ما طلعت مراتي ليله الدخله وانا جت لاوضه من نسوان الدنيا كلها. شفت سعادتك؟ ده خامس زوج بيثبت ويؤكد انه عمره ما شاف الدكتوره مريم ولا سمع عنها قبل كده، مما يؤكد ان موكل الدكتور وسيم هو المسؤول الاول عن توثيق وتصوير 70% او اكثر من الرساله التي هي موضوع الماجستير. الدفاع يحب يسال الشاهد في حاجه؟ شكرا يا فندم. الشاهد يتفضل. شكرا. المدعيه لها تعليق على شهاده الشهود في جلسه النهارده؟ حضرتك مش معنى اني ما شفتهمش او ما حضرتش الخناقات الزوجيه يعني ابقى ما تعبتش بعد كده في تحليلها ودراستها ومناقشتها في الرساله بتاعتي. انا كمان تعبت في الدراسه دي، وكنت بشرح لك الدوافع بتاعه الازواج في الخناقات وفي الطلاق واللي ذبحوا بعض في اثناء سنه اولى جواز. وهو معنى كده ان الرساله تبقى بتاعتك؟ انا ما قلتش انها بتاعتي، انا قلت ان انا مشارك فيها. ايوه بس انا اللي ناقشتها ونجحت فيها. وانا لو كنت ناقشتها بدل منك كنت هنجح فيها. انت بتقول ايه؟ أنا بقول سعادتك إن أنا لو كنت ناقشت رسالة الماجستير دي بدلها فكنت هنجح فيها. آه والله، أنت فكرة؟ نؤجل القضية لحين مناقشة المدعي عليه في رسالة المدعية على أن تشجل لجنة مناقشة الرسالة من الأساتذة أنفسهم الذين ناقشوا المدعي فيها ومنحوها عنها درجة الماجستير. هو حضرتك بتقول إيه؟ هو حضرتك عايزه يناقش الرسالة بتاعتي؟ وخايفة ليه؟ ولو سقط مش هيبقى له حق فيها أصلا. لكن لو نجحت يبقى مش هتخلعك لغاية ما ترجع لك نص الرسالة. اتفضل، مها مضت عقد سكاي توب. بجد؟ برافو. بجد برافو. برافو على مين فينا؟ عليك انت طبعا، انا ما عملتش اي حاجه المره دي. لا ما انت هتعمل، هتديني بقى الكوميشن بتاعي زياده عن كل مره. اكيد. ما انت شاركت في كل حاجه. وبصراحه بقى انا طمعان في شراكه اكبر شويه. جوزيني. يعني شكل الواحد تسرع شويه. عايز تتجوزني ليه علاء؟ عايز تثبت لنفسك ان انت تقدر تعيش من غير مها؟ جايز. وبصراحه حاسس بالوحده، وحاسس ان اتجوزنا ده ان احنا هنقوي بعض على مها؟ على كل حاجه. هتطلب ايدي منها؟ لا طبعا، ما ينفعش نعلن جوازنا. لا الفكره ان هي لو عرفت ان انا وانت متجوزين هي هتفهم ان مصالحنا واحده، فهيبقى العين علينا فهتفهم اللي احنا بنعمله. ها؟ سيبني افكر شويه. براحتك. فكري براحتك. بس ما تاخريش في الرد عليا. ماشي؟ فكرتي؟ اكيد لا. ماشي، خدي وقت. مفاجأة يا دكتور مش كده؟
أنا ما جاش في بالي أبداً إن القاضي يوصل للحل ده. كده بقى المحكمة هتخاطب الجامعة بشكل رسمي عشان مناقشة. ماشي يا دكتور، أشوفك بكرة. سلام. شايفاكي فرحانة يعني. وانت ما عرفتيش اللي حصل في المحكمة ولا ايه؟ اللي حصل في المحكمة يخليك تزعلي مش تفرحي. ايه اللي خليك تقولي كده؟ يعني لو جوزك نجح في مناقشة الماجستير هيبقى شريك كلاس. يا سلام، هو انت فاكراها سهلة كده؟ ده لو قعد يذاكر سنتين قدام برضه هيفشل. مش يمكن ربنا يثبته ويقويه عليهم؟ هو انت يا ماما معايا ولا معايا؟ معاكوا انتوا الاثنين، وعايزاكي تلحقي ترجعي له قبل ما نص الرساله يروح منك. ده هو بقى اللي قايل لك تقولي لي الكلام ده صح؟ عشان خايف لا يفشل واخلعه. ما حدش بيقول عليه هيفشل غيرك، كل الناس معايا. افتح الفيسبوك وبصي على التعليقات. ولعينك بقى، كده كده جوزك كسبان القضيه دي من قبل ما ترفعي عليه. طبعا الرئيس بتاعك ورالك الفيديو اللي اتصور لك وقالك ان انا اللي جبتهوله. طبعا شفت الفيديو، امال ايه؟ بس حابب اقول لك ان الفيديو ده مش هيفيدك في حاجه، عشان انت ما عندكش اذن من النيابه بتسجيله. ومين قالك ان انا اللي صورته؟ وبعدين يا وليد بيه، هو لما بيحصل مشكله في مكان ما مش بيرجعوا الكاميرات المراقبه ولا بيقولوا لها ما كانش عندها اذن بالتصوير؟ واضح ان انت لسه صغير قوي على الجيم اللي بتلعبه معانا. ما تيجي نكمله للآخر ونشوف مين الكبير ومين الصغير. وماله؟ بس واضح إنك ناسي أنا بشتغل إيه ومركزي إيه. صدقني مش هتعرف تعمل معايا حاجة. أنت عارف إن مركزك ده هو اللي مخوفك. طول عمرك بتتحامى فيه. دلوقتي بقى نقطة ضعفك يا وليد بيه. بتجيب من الآخر وتقول لي عايز إيه بالظبط. أنا مش عايز أقول لك حاجة، ومش عايز حاجة من حد زيك. كل اللي تقدر تعمله دلوقتي انك تبعد عني انا واختك، والا هسلم الفيديو ده للسوشيال ميديا. وما ادراك بقى من السوشيال ميديا. اوعى تكون فاكر بقى ان الفيديو اللي معاك ده هيخوفني منك. الفيديو اللي معاك ده تبله وتشرب ميته. اوعى تكون فاكر انه هيحميك مني. مش يمكن يكون بيحميك انت مني؟ ولا مصبرني عليك لحد دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ الفيديو اللي معاك ده بقى ترميه في البحر. واختي اللي انت رحت اتجوزتها من ورانا دي هتطلقها وقريب قوي وغصب عنك كمان. ماشي. الكلام اللي عندي خلص. يقرب لنا تاني. خلاص بقى، روقي روقي. خلاص خلاص. عيسى، ايه يا ابني رحت فين بعد الفطار؟ اقعد. ها عامل ايه؟ لسه تعبان في الشغل معانا؟ بصراحة ما كنتش عارف إن أنا هشتغل ورديتين وبنفس المرتب، بس عادي مقدور عليه. أنا بس كنت عشمان ترد عليا في موضوع جارتي اللي كلمتك عليها. هي جارتك بس؟ بصراحة بنحب بعض. بقالنا كتير قوي مرتبطين، يعني نفسي نتجوز بقى وأجيبها تعيش معايا هنا. طب يا معلم، خلص بس أنت الحسابات اللي في حجرك بقالها 3 أيام دي، وأنا عندي بكرة قاعدة مع المدير، ممكن أخلص لك موضوع صاحبتك. وأنا مش مأخر الحسابات دي بمزاجي. الأوراق والفواتير اللي جابوها ما تخشش دماغ عيل صغير. مش هيعرفوا يجيبوا غيرها. وبعدين أنت خايف من إيه؟ أنا اللي هراجع. يلا، خلص قهوتك وحصلني على المكتب. أنت قلت لي صاحبتك دي معاها إيه؟ بكالوريوس تجارة. طب يا معلم، ممكن تشتغل معانا في الحسابات. يعني منصور نفسك ما تهفكش غير على الكنافة؟ ماما، ياسر عايزك تحددي له ميعاد عشان يطلبني رسمي.
عيسى في اللي مكفي. لسه قافل معايا من شويه وعرفت ان عنده مشاكل كتير قوي في شغله الجديد. يا سلام، هو عشان عنده مشاكل تروحي تتجوزي غيره؟ بالعكس يا ماما، انا بس مش عايزه ازود مشاكله اكتر من كده، مش عايزه ادفعه ثمن حبي ليه. انت لو بتحبيه بجد ما تروحيش تفكري في اللي اسمه ياسر ده. يا ماما، ياسر هو اللي مش عايز يبطل يفكر فيا. زي ما يكون ربنا زرع حبي في قلبه عشان ينجدنا من الفقر اللي احنا فيه ده. لا ما تحججيش بيا، انا عن نفسي راضيه بنصيبي اللي ربنا قسمه لي. وانا بقى ما عدتش مستحمله نصيبي ده اكتر من كده، ولا عدت مستحمله الذل اللي ربنا خلقني فيه من ساعه ما اتولدت. يا بنتي عقلي، انت بعد ما تتجوزي وتشبعي من فلوسه هتجري تدوري على عيسى عشان تقولي انت حبيتي بجد. ما بقاش من حق احب واتحب يا ماما، ولا بقيت عايزه اي حاجه من الدنيا دي غير اني اعيش بكرامتي. انا مش عارفه الراجل ده وعدك بايه غيرك كده. طبعا استغل سفر عيسى عشان يلعب في دماغك، صح؟ طيب انا هقول ان انت مستنياه يوم الخميس الجاي. يا بنتي اهله مش هيرضوا يتجوزوكي ليه؟ هتدخلي في حرب ما انتيش قدها. انا ماليش دعوه باهلي، هو اللي هيحاربهم لو عايزني. ها ايه رايك؟ انا جبت العمال يشتغلوا زي ما اتفقت معاكي بالظبط. بسرعه كده؟ لا طبعا بسرعه، عشان بس تعرفي ان انا بحبك. ها بصي بقى يا ستي، في حاجه كمان. ايه ده؟ يا رب تعجبك. دي الماس. حلوه؟ ايوه، بس احنا ما اتخطبناش لسه عشان تجيب لي شك. مين قال لك بقى ان دي شبكه؟ دي تقدري تقولي كده ان هي هديه بسيطه عشان اثبت لك قد ايه انا بحبك، بس بطريقتي. لو هيبقى عندك مشكله ما تلبسهاش دلوقتي قدام مامتك ولا قدام اي حد، بس خليها معاكي. طيب عموما انا قلت لماما ان انت عايز تتجوزني، وهي ان شاء الله هتستناك يوم الخميس الجاي. طيب كويس جدا، وانا هستعد من دلوقتي. ما تفرحش قوي كده، هي اصلها مش مبسوطه يعني، وجايز تعقرب لنا الجوازه. ما تخافيش، انا هعرف ازاي اقنعها بطريقتي. مين الغلس اللي بيتكلم دلوقتي؟ ايه؟ مش هتردي؟ لا اتفضلي. أستاذ عيسى. فندم. عزيز الدهشان، محامي نعيم دنقل. أهلا وسهلا. طبعا حضرتك مستغرب إن أنا جاي لك لحد هنا، هنعمل إيه؟ حضرتك سافرت في الوقت اللي إحنا كنا محتاجينك فيه. مش فاهم. نعيم اتحدد له جلسة بعد أسبوعين من دلوقت، والنيابة هتستدعيك للشهادة قدام المحكمة، وطبعا وكيل النيابة عايزك تقول كل اللي أنت قلته في تحية الشرطة ومحاضر النيابة. أكيد. لا مش أكيد طبعاً. نعيم هيديك نص مليون جنيه وتغير أقوالك. أستاذ عيسى هتتكلم هتخسر نعيم، هتسكت هتكسب الفلوس. ده غير إن هتبقى قدامك فرصة إنك ترجع تاني تشتغل مع نعيم بعد ما يخرج براءة. وأنت فاكر إن هو يخرج براءة؟ طبعاً. ما كنتش جيت لي. اوعى تفتكر ان شهادتك ضد نعيم ممكن تسجنه. لا لا. ده بكتير خالص تعطل اجراءات الافراج عنه. وهو بقى عايز يخلص من العطله دي بنص مليون جنيه. اكتر من كده هيبقى اوفر يا استاذ. وعايز نروح المحكمه اقول لهم ايه بقى؟ انا رجعت في كلامي ولا ما شفتش حاجه؟ لا طبعا.
انا مجهز لك كل الكلام اللي انت قلته، اللي هيبرأ نعيم واللي هيبان قدام المحكمه ان انت ما رجعش في كلامك. ما شاء الله، انت مجهز كل حاجه بقى. شغلتي. فكر براحتك، انا بايت معاك في نفس الاوتيل وحاجز لك معايا في نفس الطياره اللي راجعه القاهره بكره. سلام. سلام. ياسر بيه. اهلا. هو سعادتك ما تعرفش ان عيسى ابني مسافر؟ لا انا عارف. امال طالع لمين؟ هو هكون جاي لنا؟ اكيد لا. بعد اذنك عشان مستعجل. مساء الخير. مساء النور. انا ياسر الشغربي. اهلا وسهلا، تفضل. شيء. تسلم ايدك. هي في مامتك كل ده؟ زمانها جاي. طيب مش عارفة هي ويالي على ايه ولا ايه اللي هيحصل. بص، هي بقى لها يومين ما بتكلمنيش. ربنا يطمنك. ماما. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ياسر بيه ماما اكيد طبعا عارفاه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سارة كلمتني عن حضرتك كتير جدا، وبصراحة بحسدها ان هي عندها ام عظيمة زيك. كتر خيرك يا ابني. ربنا يخليك، وكمان فرحت جدا ان حضرتك وافقتي تقابليني النهارده. بصي يعني انا شغلي في البيزنس علمني ان انا ما اضيعش وقت خالص. انا جاي لحضرتك النهارده عشان اطلب ايد ساره. طب ايه يا ماما؟ ساكته ليه؟ انت عاوز تتجوز بنتي؟ ايوه طبعا، بكل الشرف. بس احنا ناس غلابه زي ما انت عارف. بالعكس، ساره بالنسبه لي اهم واغنى بنت في الدنيا كلها. ما كنتش جيت طلبتها لوحدك. نعم، اصول بتقول كده. حضرتك بس قولي ان انت موافقه، وانا المره الجايه ماما هتكون موجوده معايا. وايه فايده موافقتي اذا كانت مامتك مش موافقه يا ابني؟ ايوه، وإيه اللي خلى حضرتك تقولي إن هي مش هتوافق؟ كانت جت معاك. ما أنا قلت لحضرتك قولي لي والمرة الجاية هتبقى معايا، وكمان هبلغها إن أنت عاوزة تشوفيها مخصوص. لا، قولها إنك عاوز تتجوز سارة، وإن ما ينفعش إنك تطلبها لوحدك. شوف هي هتقول لك إيه. عن إذنك. اتفضلي يا فندم. سين، ما هي أسباب الطلاق في السنة الأولى من الزواج كما وردت في الرسالة؟ أنت نازلة فيا يا سين وجيم من الصبح، هي مناقشة رسالة ولا تعيين نيابة؟ الله، ما أنا لازم أصعبها عليك عشان المناقشة تيجي سهلة إن شاء الله. أنتوا قاعدين هنا؟ وياسر الشواربي قاعد مع سارة وفاطمة بقاله يجي نص ساعة؟ أنت عرفت منين بقاله نص ساعة؟ ما أنا واقف لهم على السلم من ساعتها. ما تعرفش جاي ليه؟ وأنا أعرف منين؟ أهو لابس الحتة اللي على الحبل كأنه رايح الأوبرا. وشايل علبة شوكولاتة قد كده، بصراحة أنا عيني طلعت عليها. ما هو لو لابس الحتة اللي على الحبل ومعاه شوكولاتة قد كده يبقى أكيد جاي يتقدم. أوعي تقولي لي جاي يتقدم لسارة. أمال يعني جاي يتقدم لمريم؟ طب وإزاي يجي فجأة كده؟ لا ما هو أكيد ما جاش فجأة. أكيد واخد ميعاد. معقولة؟ عايزة تقولي إن سارة وفاطمة كانوا عارفين ومخبيين عليا؟ اهدى بس دلوقتي. فهو شويه وهينزل وانا هعرف كل حاجه. اهدى ايه؟ انا هطلع اتشعلق لهم على السلم. يا مانس ما تتهورش. سين، اسباب الخلافات الزوجيه التي تؤدي الى الطلاق. كلمني يا عمر.
خلي بالك من نفسك. ما بدر يا ياسر فين؟ مش كنت تقول لنا انك جاي؟ كنا نبقى في استقبالك. ولا فاطمه قامت بالواجب؟ لا ما تقلقش، فاطمه قامت بالواجب وزياده. شفت؟ شفت وسيم بيتكلم ازاي؟ بس بصراحه عريس زي ما قال الكتاب. لا فرق عريس ايه وبتاع ايه؟ دي المفروض تبقى مصيبه، مصيبه يا وسيم. ايه؟ عيسى هيرن لي دلوقتي يطمن عليا زي كل يوم، انا مش عارف اقول له ايه. ما تقولوش اي حاجه طبعا. انا خايف اقع بلساني. لا ابوس ايدك، امسك لسانك المره دي. امسكه ازاي بس؟ ده انا بقالي اكتر من 50 سنه مش لاقي له ماسكه. خلاص يبقى ما تردش على عيسى لغايه لما تقعد مع حماتي تفهم منها ياسر ده كان جاي يعمل ايه. جاي يطلب ساره. يخرب بيته، اتجنن في عقله ده ولا ايه؟ والله ما انا عارفه مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. ايه قصدك تقول يعني ان ساره وافقت عليه؟ بس يا منصور انا ما بقتش فاهماها من ساعه ما سابت شغلها في الاتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب بقى اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجه عشان يصطاد في المال عكره، فاكرت مني عيسى مسافر مش هيلاقي حد يقف قدامه. لا انا بقى هعرف ازاي اربيه من اول وجديد، هرجعه من اول الخط، هطوقه وادفعه الثمن جاي. لا يا منصور خليك انت بعيد. ايه عايز انا اقف اتفرج عليه وهو بياخد ساره من عيسى؟